مع كرة اليد في النادي الاهلي، ايه الاخبار؟ الدنيا ماشية ازاي؟ اقول لحضراتكم، بعد طبعا ما رحنا معسكر في اسبانيا ولعبنا مباريتين ورجعنا لعبنا معسكر تاني في البوسنة ولعبنا ثلاث مباريات وفزنا بكأس البطولة الودية في البوسنة، رجعنا تاني مصر وبدأ الفريق يلعب ماتشات ودية، كان اخرها مع البنك الاهلي، طبعا حضراتكم عارفين ان بيقود النادي الاهلي الفريق الاول لكرة اليد الاسباني جوردو. فطبعا داني جوردو فطبعا دانيال جوردو يعني احنا بنقول داني يمكن هو ده دا دايما بيبقى اسم يعني دانيال بس بيتقال له داني طبعا. فالنادي الاهلي لاعب مباراه مع البنك الاهلي استطعنا ان احنا نفوز بنتيجه 32 23 طيب احنا بنستعد لايه؟ بنستعد لكاس السوبر المصري اللي هيتلعب ان شاء الله كمان اسبوع يوم الحد اللي جاي اول مباراه لينا مع سبورتنج. هيتلعب على شكل دوره مجمعه فالاهلي سبورتنج الزمالك ثلاث مباريات او ثلاث فرق. ماتشين اللي هيفوز فيهم طبعا هياخد هياخد كاس السوبر طب تاني براجع مع حضراتكم المباراه او اولى مبارياتنا في السوبر المصري يوم الاحد القادم كان جميل انت تعمل معسكر خارجي كان جميل انت تلعب ماتشات قويه في اوروبا ولكن كمان مهم انت تلعب ماتشات مع فرق مصريه اكيد كل فريق بيختلف عن الثاني البنك الاهلي كان من الفرق الجيده اللي لعبت يعني يعني موسم كويس جدا الموسم اللي فات وعلى ما اتذكر يمكن خدت سادس او خامس صحوا يا جماعه لو انا غلطان البنك الاهلي كان من الفرق اللي عملت موسم كويس واحرجت الكبار في اوقات كتيره جدا فكان مهم جدا تلعب مباراه تجرب لعيبتك بحكام مصريين بلعيبه مصريين تشوف الدنيا ماشيه ازاي والحمد لله زي ما قلت لحضراتكم فوزنا 32 23 كل التوفيق لفريق كره اليد ان شاء الله في اولى بطولاته هي السوبر المصري وبالمناسبه الموسم ده موسم مليء بالبطولات لفريق كره اليد السوبر المصري وبعد كده عندنا بطوله العالم وبعد كده عندنا الدوري والكاس عندنا بطولة افريقيا انديه عندنا الكثير من البطولات الحقيقه السنه دي ست او خمس بطولات لكره اليد موسم مليء بالبطولات ولكن الاعداد كان جيد وانا بقول لحضراتكم من هنا يعني وانا لسه الموسم طويل طالما الاعداد كده والاستقرار كده وجهاز فني كده ان شاء الله في نتائج مختلفه ده توقعي انا يعني رؤيه انا راجل باخد يعني دايما بشوف الرياضه اخد بالاسباب اللي انا شايفه الفتره اللي جايه انه كره اليد ان شاء الله هيكون في اختلاف في النتائج بشكل كبير هذا العام. الفريق يعني في تجانس، اللعيبه كلها بتتمرن مع بعض، حتى اللعيبه الدوليين متواجدين، فإذا إن شاء الله بإذن الله يا رب تكون أول بطولة تدخل السنة دي تكون على على إيد كرة اليد ويكون في الأسبوع القادم بإذن الله بداية من يوم الأحد ماتش سبورتنج في السوبر المصري. طيب هنروح لكرة اليد سيدات الستارتنج ما كانش كويس، الستارتنج كان مع سموحة وخسرنا فرق هدفين 26 24. طيب نظام الدوري ايه عشان الناس برضو تبقى متخيله الدوري عباره عن 19 فريق هيلعبوا دور واحد وبعد كده تأهل بعد كده الى السوبر طب الخساره دي وضعها هي الخساره دي يعني ان شاء الله ما تفرقش ولكن ده طبعا المباراه كانت في سموحه زي ما حضراتكم شايفين ملعب نادي سموحه الذي يمتاز باللون الازرق خليني اقول لكم انه طبعا هل المباراه دي تفرق معانا بصوا انا هقول لكم على حاجه المباراه ما تفرقش في سير الدوري يعني طبعا لسه 18 مباراه وفرق كتير هتكسب وبتاع انت مهم تبقى في اول سته وخلاص ولكن لازم يتعرف اسباب الخساره ايه كابتن زولا المدير محمد عادل زولا المدير الفني الجديد لفريق السيدات اكيد طبعا مش محتاج حد يقول الكلام ده اكيد هو قاعد بيحلل اسباب الخساره وبيشوف ليه كده ايه اللي حصل وازاي نتلاشى هذه الخساره احنا متاكدين ده بيحصل دلوقتي ولكن ده ناقوس خطر لازم نخلي بالنا بيبقى صعب شويه ان انت تبتدي الموسم بخساره ولكن مش مؤثرة اه ولكن بتبقى يعني ليها حسابات تانية لازم انت يعني جاي من فترة اعداد ما مجهز فرقتك اه في عناصر جديدة انضمت للفريق طبعا في عناصر جديدة انضمت للفريق في صفقات جديدة نعم في صفقات جديدة ولكن يمكن محتاجين هارموني ما لعبوش ماتشات ودية بشكل كافي رحنا اول ماتش نلعبه اوت بره يعني مش في مش في الهوم مش في بيتنا يعني مش في صالتنا كل دي عوامل ممكن تكون اثرت ولكن اكيد كل ده بيدرس واكيد ان شاء الله هيكون اللي جاي بشكل مختلف خاصه ان واضح ان موسم كره اليد السنه دي للسيدات هيكون قوي والسنه اللي فاتت كان قوي برضو يعني بقى في منافسين ومنافسين اقوياء او فرق قويه في للنادي الاهلي وده طبعا بيدل على ان المنتخب هيبقى شكله افضل لما في ثلاث اربع فرق بتنافس اكيد المنتخب بيكون شكله افضل المباراه سموحه خلصت الشوط الاول نتيجه 14 11 وبعد كده الاهلي كان متقدم فرق ثلاثه وده برضو حاجه محتاجه تفسير ان انت في الشوط الاول فرق ثلاثه الشوط الثاني تخسر اثنين يعني الشوط الثاني انت خسران فرق خمسه وده رقم كبير بيتهيألي لنادي الاهلي عنده من الخبرات انه ما يحصلش الدروب جامد في شوط واحد كده نخسر خم فرق خمسه ولكن يعني اكيد اللي جاي هيكون احسن وهنتابع حضراتكم بنتائج فريق كره اليد سيدات ان شاء الله القادم افضل باذن الله كرة السلة سيدات هنروح لها طبعا طبعا حضراتكم عارفين كان في صفقات جديدة يعني ميرال اشرف القادمة من ان سي دبل اي في امريكا انضمت للفريق قادمة من نادي الشمس ايضا هلا شعراوي رجعت تاني النادي الاهلي الجميل كمان ان حبيبة حسن اللي طلعت اعارة نادي الشمس النادي الاهلي رجعها تاني طبعا ده اكيد بناء على توصيات طبعا كابتن خالد العوضي مدير نشاط الرياضي وحبيبة حسن لعبتنا اللي, اللي تم اعارتها لنادي الشمس لمدة موسم واحد رجعت تاني وتوقعت على قد انضمام اربع سنوات الجميل كمان ان حصل يعني توقيع لاثنين يعني لعيبه كمان عندنا جيده وليد صح كده يا جماعه ونرمين ايمن صح كده تمام طبعا دول صفقات هم طبعا لعيب او لاعبات جيده خالد اسف ويعني هم بنات النادي الاهلي ولكن خلاص طلعوا درجه اولى فبقوا فري يقدروا يروح اي حته ولكن النادي الاهلي يعني فاضي ان هو يعني يوقع يوقع معاهم جيده خالد طبعا بناء على التعليمات كابتن طارق خيري يعني زي ما حضراتكم شايفين كابتن طارق خيري وهو اللي كان قال طبعا يعني طبعا ادي حبيبه حسن رجعت وعندك جيده خالد وعندك نرمين ايمن صح كده يا جماعه اه عندك كده صفقات كتيره كرة يعني السله السيدات لسه الموسم ما ابتداش، طب الموسم هيبتدي امتى؟ الموسم اه والمو... المحترفه كمان وصلت بيبلغوني يعني وكمان في لاعيبه مضت يعني دين السلعوف اول موسم تم التجديد معاها ثريا محمد برده ونوها شتا يعني لاعيبه كتير جدا او لاعبات لع... يعني تم التجديد معاهم بعد نهايه عقدهم فاذا في حاله من الاستابيليتي والاستقرار في الفرقه والمحترفه الامريكيه خيمي ناريلا وصلت كمان القاهره زي ما قال كابتن طارق خيري في الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما كان معانا يعني الفرقه شكلها جيد طب نظره على المنافس سبورتنج الدنيا عامله ايه لا سبورتنج ايضا فرقه جيده وماشيه كويس يعني الدوري السنه دي هيكون بيننا وبين سبورتنج او البطولات بيننا وبين سبورتنج ومتروكه في الملعب والاعداد والاستعداد بشكل جيد هيكون التوفيق هو حليفه ان شاء الله طيب هنروح لكره الطائره الكره الطائره يعني الشا... الناشئين بيلعبوا بطولة افريقيا دلوقتي عندنا اثنين بيشاركوا مع المنتخب عندنا طبعا حمزه الصافي وشريف محمد الاثنين بيساهموا بشكل كبير في تصدر المنتخب الى مجموعته اللي بيلعب فيها. طيب المنتخب تحت كام؟ تحت 19 سنه وبتتلعب البطوله في المغرب من 3 الحد لحد 11 سبتمبر اللي احنا فيه منتخبنا كان فاز امبارح على منتخب الجزائر 3-0 وفاز النهارده على ليبيا بنفس النتيجه ايضا 3-0 المنتخب هيلعب الماتش الاخير في المجموعه مع من منتخب المغرب باذن الله بكره ان شاء الله كده كده احنا ضمننا الصعود للنهائي ولكن مباراه المغرب تريحنا طبعا عشان نبعد عن لاعب اول المجموعه التانية طبعا اكيد ثاني اول مجموعه بيريحك جدا وزي ما قلت لحضراتكم ان المنتخب بيضم اثنين لعيبه من النادي الاهلي حمزه الصافي وشيف محمد والمدرب العام كابتن حسام شعراوي المدرب العام للمنتخب هو طبعا مدير فني السن ده في النادي الاهلي كل التوفيق لمنتخب الكره الطائره طبعا المنتخب الكبير الحقيقه حقق نتيجه يعني ليست جيده بالمره، 19 على بطوله العالم من 25 فريق ويعني اكيد هيكون في الخبر معانا وهنقول لكم يعني التفاصيل ولكن النتيجه ليست جيده بشكل كبير. لما اكون 25 فريق او 24 فريق وانا بطلع 19 لا محتاجه وقفه محتاجه شغل محتاجه اداره للفريق احسن من كده، محتاج نشوف اللي احنا بنسمعه كله ده هل ده صحيح ولا لا؟ محتاج طبعا الاتحاد يراجع نفسه في هذه الامور لان في الاول والاخر منتخب مصر هو الواجهه، منتخب مصر يعني 19 صعب صعب جدا الترتيب ده في, في وقت لو انا بقول 12 فريق مشارك ولا 14 فريق اقول ماشي يعني لما تاخد 13 على 14 فريق تمام، انما لما بقى مشارك 24 فريق وانت بتاخد 19 لا هنا محتاجه وقفه ومحتاجة مراجعة للنفس ومحتاجة إعداد جيد للمنتخب بشكل ثاني عشان يرجع تاني لترتيبنا اللي هو كان في العادي بيبقى الـ 11 الـ 12 ولكن 19 احنا بعدنا جامد عن الترتيب اللي احنا متعودين عليه من منتخبات مصر في الكرة الطائرة طيب هنروح لكرة الطائرة الشبات طبعا نفس الوضع البطولات القارية شغالة المنتخبات بتلعب عندنا طبعا رباعي طائرة الأهلي يقودنا منتخب الشبات للصعود لبطولة العالم منتخبنا الوطني لشبات الكره الطائره تحت 21 سنه بقياده مديره الفني كابتن ماجد مصطفى، ابن النادي الاهلي ايضا بيلعب دلوقتي نهائي بطوله افريقيا واللي بتتلعب في تونس في الفتره من 26 اغسطس حتى 5 سبتمبر الفاينل بيتلعب دلوقتي. وبالمناسبه ان شاء الله يعني احنا في الطريق للفوز، احنا كسبانين في الاشواط 2-0 فطبعا 2-0 ده معناه الحمد لله ان احنا بنقترب للتتويج طبعا ده صوره للفريق بالتتويج ببطوله افريقيا ان شاء الله نبارك لكم قريب المنتخب كان قبله بعض او منتخب تونس كان قبله بعض في الدور التمهيدي وقدر منتخبنا يفوز 3-0 على تونس واضح التفوق وبنلعبهم ثاني في النهائي وبكده طبعا طالما بنلعب النهائي يكون المنتخب ضمن انه يلعب في بطوله العالم اللي جايه ولكن المنتخب النهارده بيلعب على بطوله افريقيا وبيضم اربع لاعبين المنتخب من بنات النادي الاهلي مي غزال، سلمى يوسف، مريم ثابت ونور ايهاب واغلبهم بيلعبوا او يلعبن مع الفريق الاول لكره الطائره بقدر كابتن حمدي الصافي في النادي الاهلي خدوا خبرات جيده بالتالي نقلوها للمنتخب وكان لهم دور كبير للفوز والوصول للنهائي وان شاء الله نبارك لهم اكيد الماتش هيخلص واحنا على الهوا هنبارك لهم ان شاء الله ببطوله افريقيا وتبقى انجاز كبير للشابات وان شاء الله يطلعوا يأدوا اداء جيد في بطوله العالم باذن الرحمن. نروح لخبر جديد وهو الكاراتيه كريم ابو عيطه يتوج بفضيه الدوري العالمي للكاراتيه الدوري العالمي للكاراتيه زي ما حضراتكم عارفين بيبقى جولات بيبقى ليه جولات طبعا صوره كريم ابو عيطه يعني بيبقى دايما الكاراتيه في المقدمه وهو فرض علينا ان هو الكاراتيه يكون يقودنا للعالميه دايما كريم ابو عيطه لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه ونجم النادي الاهلي حقق الميداليه الفضيه في بطوله الدوري العالمي واللي بتتلعب في مدينه باكو باذربيجان في الفتره من 28 اغسطس ولحد 5 سبتمبر اللي احنا فيه طبعا كريم كان خسر في نهائي منافسات وزن تحت 60 كيلو جرام قدام بطل اذربيجان بنتيجه 6 5 كريم كان بدا مشواره بالفوز على بطل الاردن عبد الله حماد بنتيجه 11 3 في دور ال 16 وبعدين في دور الثمانيه كسب الاردني الثاني عمر شكراه بنتيجه خمسة ثلاثة وفي قبل النهائي كسب بطل كازاخستان بنتيجة اتنين واحد عشان يوصل للنهائي ويخسر ويحتل المركز الثاني بالفضية ألف مبروك يا كريم إنجاز كويس وزي ما قلت لحضراتكم الكاراتيه عودنا على العالمية خسارة كبيرة لمصر أن الكاراتيه دخل الأولمبياد مجرد دورة واحدة في طوكيو ولكن بعد كده خرج في باريس 24 أتمنى عودة الكاراتيه مرة أخرى لأن مصر أكيد هيكون ليها دور كبير زي ما طوكيو كان لنا ميداليتين زي ما حضراتكم عارفين ذهب وفضة ولكن او ذهب وفضة نعم ولكن يعني لو لعبنا تاني اتصور هيكون لنا يعني في الاولمبياد عدد اكتر من الميداليات